يكون فيها الدخن، يمكن أن يكون فيها الدخن، يمكن أن يكون فيها الدخن أكثر من الصواب والصافي. هذا يعني هذه التذكرة على السريع إخواني الكرام. الآن أنا في المحاضرة السابقة وضحت عدة مفاهيم أربعة، أو قلنا النفس والروح والعقل والقلب والإرادة، هذه المفاهيم الخمسة، وقلنا سنتناول في المحاضرات يعني في هذه المحاضرات كل يعني هذه الجوانب جميعها. الآن سأتحدث في هذه المحاضرة يعني عن أمرين هما في البداية، اللي هما النفس والقلب وكيفية بنائهما، يعني كيفية بنائهما. نعم، إذا نبدأ ببناء القلب أولا. لدينا القرآن، ورد الحديث عنه عديد من المرات في القرآن الكريم، وقلنا إنه القلب والعقل هما مرتبطان بالنفس ومرتبطان بالروح بصورة مجهولة. نعم، القلب وعندنا النفس ربما يكون فيها القلب والعقل ربما يكون فيهما الأمور أوضح من الروح والنفس. الروح والنفس كما قلنا يعني الروح ربنا قال كل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا، والنفس كذلك مع أنه ربنا أقسم بها إلا أنه أيضا تبقى شيئا معنويا غامضا في مضمونه، في فحواه، في ماهيته، في كنهه، وفي أيضا عمله، لكنه يتجلى ببعض الأعمال كما سنرى. إذن الآن نبدأ بالقلب وكيف بناه الإسلام. أول شيء، على ما يقوم القلب، أو ما هو فحوى القلب، ما هي فحوى القلب؟ القلب يحتوي، أنا باعتقادي، على خمس طاقات، وهذا ما أبرزه القرآن في عديد من الآيات وتحدث عنه السابقون، أيضا العلماء السابقون. القلب يحتوي على خمس طاقات، هذه الطاقات الخمس هي أن التعظيم والخضوع، يعني هذان أمران متقابلان، يعني الإنسان كمخلوق ربنا فطره سبحانه وتعالى، هذا المخلوق فطره سبحانه وتعالى على تعظيم شيء، لابد أن يعظم شيئا، قد يعظم وثنا، حجرا، شخصا، حزبا، قوما، قد يعني يكون عنده العظيم، قمة التعظيم، هذا يعني جانب من هذه الجوانب أو أحد هذه الأمور. ولكن المسلم يتجه في تعظيمه إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه هو في حقيقة هو الذي يستحق هذا التعظيم سبحانه وتعالى، لأنه هو الرب اللي خلق واللي رزق، وسبحانه وتعالى هو القيوم على هذا الكون، على حياتنا، على وجودنا، سبحانه وتعالى رحيم بنا. فإذا من هنا الإسلام أراد من العبد أو من هذا الكائن أو من الإنسان أن يسلم وأن يعظم الله، لا يعظم شيئا آخر حقيقة، وأي تعظيم لشيء آخر بيكون في الاتجاه الخاطئ، لأنه هذا الآخر دائما مربوب وليس ربا. الرب اللي أخلق واللي أوجد والذي أعطى ويمد بكل أسباب الحياة، كل شيء ستجده في الكون مربوب وضعيف وبحاجة إلى من يمده، اللي هو الله سبحانه وتعالى. فإذا التعظيم كما قلنا هو الطاقة الأولى التي يقوم عليها القلب، وكما قلنا القرآن يعني أمرنا وأمر الأنبياء جميعا بأن يوجهوا العباد إلى تعظيم الله، تكبير الله سبحانه وتعالى. لذلك القرآن كما هو معروف بعد أن اللي هو رسالة الله الأخيرة إلى البشر وكلام الله إلى البشر، يعني هذا الكلام هو الحقائق اللي تقوم عليها كل أمور الدين والعقيدة عندنا والإسلام والشرائع. فهذا القرآن الذي أنزل على الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، هذا القرآن من أوائل الأمور التي نزلت فيه اللي هي تكبير الله. معروف أن سورة المدثر
من أوائل السور التي نزلت على الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله في هذه السورة: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. حقيقة نلاحظ أنه بعد أن ناداه القرآن الكريم: يا أيها المدثر قم فأنذر، قم انهض، تحرك، أنذر الناس بأن هناك يعني ربا، بأن هناك عذابا، بأن هناك نارا، أفيقوا من غفلتكم، قم فأنذر وربك فكبر، يعني عليك أن تكبر الله. إذن أول أمر عملي جاء بعد القيام بالإنذار، بعد القيام والإنذار اللذان هما خطوتان متلازمتان، نعم، يعني هو الأمر بتكبير الله: وربك فكبر، عليك أن تكبر الله، تعظم الله، لأنه مهما أنت تخيلت أنه كبير فهو أكبر من ذلك سبحانه وتعالى، لأنه هو الرب القوي العليم الخبير القيوم سبحانه وتعالى الحي سبحانه وتعالى. فعليك أن تكبر وتعظم هذا الرب سبحانه وتعالى. ولاحظوا أنه جاءت الصيغة، يعني قدم المفعول به على الفعل، وعندما يتقدم المفعول به على الفعل بيكون في نوع من الاختصاص، يعني عليك ألا تكبر أحدا إلا الله سبحانه وتعالى. فنعم، يعني دائما إذا جاء المفعول به قبل الفعل بهذه الصورة بيكون في معنى آخر غير أن تكبر الله، وأن تخص الله سبحانه بالتكبير، وألا تشرك معه أحدا بالتكبير، لأنه كما قلنا كل آخر هو مرغوب، كل آخر مهما كان هذا الآخر في يعني في الأرض، في الجبال، في الفضاء، كله مرغوب، بمعنى أنه فقير ومحتاج إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الطاقة الأولى التي يعني موجودة في القلب، وطلب القرآن منا وطلب الله سبحانه وتعالى، طلب منا أن نوجهها، أن نعظم ونكبر الله فيها سبحانه وتعالى. وهذا يعتبر أساس، يعني أساس المقدس والتقديس ينبني على هذا الشيء، يعني اللي هو قلنا التعظيم، يعني التقديس والتعظيم، والتعظيم هو التقديس، نعم، فالتقديس والتعظيم والتكبير هو التقديس، يعني أن تقدس الله، أن تكبر الله سبحانه وتعالى، أن تعظم الله سبحانه وتعالى. هذا يعني هذا أول معنى. قطعا يقابل التعظيم، أنت إذا عظمت شيئا وكبرته وفعلا أيقنت بأنه عظيم وكبير، فبالتالي تخضع له، تخضع له، تدين له، تمشي حسب أوامره. لذلك هذا الرب العظيم اللي هو فعلا يعني عظيم وكبير سبحانه وتعالى، وعليم وخبير سبحانه وقوي وإلى آخره من الصفات اللي ذكر بها نفسه سبحانه وتعالى، هذا الرب يجب أن تخضع له، تخضع لحلاله، لحرامه، لشريعته، تتبع أنبياءه، توالي الأنبياء، كل ما أمر به هذا الرب العظيم يعني أن تستمع له، لأنه عظيم وأمرك بما يعود عليك بالخير والفائدة والنفع. نعم، فإذا يقابل هذا التعظيم يقابل الخضوع من قبل، إذا في طاقة الخضوع، أنت لابد أن تخضع، ما في أصلاً اسمه عبد، هذا يعني المخلوق البشري اسمه عبد، لأنه فعلاً هو يعني بحاجة إلى الإمداد دائماً، هو عبد فقير، نعم، فلذلك المقابل للتعظيم هو الخضوع، وأن تخضع بإرادتك لما أمر الله ولما شرع الله سبحانه وتعالى، هذا يعود عليك بالفائدة والنفع والخير في الدنيا وفي الآخرة، وهذا أمر طبيعي. يعني إن لم يخضع لله الإنسان سيخضع للشهوات، سيخضع لأشخاص، سيخضع لأوهام، فلا بد من يعني أن يخضع ذاته لله، فبيكون هذا أشرف وأكرم وأحسن له في النهاية. إذن اللي بدل على هذا في عشرات الآيات وردت في القرآن تدل على هذا المعنى، لكن إحنا اخترنا آية واحدة يعني تدل على هذا المعنى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. إذن إخواني وأخواتي الكريمات، كما نرى هذه الآية توضح
انه من في ايات اخرى اجت بمعنى ما، يعني هنا يجد من الذي يعقل في السماوات والارض طوعا يعني سواء بطوعيه كما يقوم المؤمن، المؤمن يخضع لله طائعا مختارا لانه يعتقد انه هذا الرب اهل لهذا الخضوع ومستاهل لهذا الخضوع، يعني لانه فعلا هو وهاب سبحانه وتعالى، هو معطي سبحانه وتعالى، هو خالق وقادر، فيستاهل هذا الخضوع، فهو يخضع نفسه. لكن ايضا حتى كرها تجد انه الانسان يعني الكافر في كل مسيرته تركيب جسمه المغنيسيوم والكالسيوم والى اخره من المعطيات اللي القلب كلها هي مسيره يعني ليس بارادته انما باراده الله، فهو حقيقه يعني خاضع لله في جوانب من حياته. الكافر الذي يعصي الله مثلا يشرب الخمره مثلا مثل ما قلنا يتعامل بالربا، يعني هذا الكافر صحيح أنه كفر بجانب من أوامر الله سبحانه وتعالى، لكنه بنفس الوقت هو خاضع في عدة أمور تتعلق بحياته بالنواميس التي وضعها الله لحياة هذا الإنسان ولمسيرة، يحتاج إلى ضغط معين، يحتاج إلى أكسجين معين، يحتاج إلى طعام يعني معين في وقت من الأوقات. نعم، فكل هذه حسب النواميس والقوانين التي وضعها الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الآية كما قلنا تبين أن الله سبحانه وتعالى يجد له من ليس فقط يطيع يخضع، لا يسجد بمعنى أنه يدرك يعني يدرك أن الله هذا الرب عظيم، أن هذا الرب قدير، أن هذا الرب حي، أن هذا الرب قيوم سبحانه وتعالى، فيحتاج هو يستأهل السجود لأنه دلالة على الخضوع، دلالة على الخضوع الطوعي، على التعظيم، على الحب لهذا الرب سبحانه وتعالى. إذن هذه إذن قلنا في طاقتين متقابلتان، تعظيم يعني طاقة موجودة وطاقة الخضوع. المفروض العبد المسلم أن يوجه هاتان الطاقتان، أن يعظم الله، أن يعظم هذا الرب سبحانه وتعالى، أن يكبر هذا الرب سبحانه وتعالى، لأنه كما قلنا فعلا هو حقيقة رب كبير عظيم سبحانه وتعالى، وهاب غني قوي سبحانه قيوم سبحانه وتعالى، فإذا يعظمه وأيضا يجب أن يخضع له، يخضع له بمعنى أنه ما في شك ربنا أرسل رسل لكي يدل الناس على الذي يحبه والذي لا يحبه، الذي يريد والذي لا يريد سبحانه وتعالى، الذي حلله والذي حرمه، فأرسل الله سبحانه وتعالى هؤلاء الأنبياء لكي يدل الناس على الطريق القويم الذي يسعدهم في الدنيا وأيضا يسعدهم أيضا في الآخرة فيكونون في الجنة وفي رضوان الله وفي نعيم الله. إذن يعني هاتان هما الطاقتان الأوليتان اللتان يقوم عليهما القلب. الطاقة الثالثة اللي يقوم عليها القلب اللي هي طاقة الحب. ما في شك أنه يعني طاقة الحب من أعظم الطاقات اللي أوجدها الله في قلب الإنسان. فالإنسان يحب الشهوات مثل ما قلنا الطعام الشراب النساء المال كل هذا أمر يعني موجود ومشروع كما سنرى يعني ما الذي بعدين أيضا مثلا يحب أباه يحب أمه يحب موطنه يعني طاقة الحب واسعة جدا وممكن أن تذهب يعني أيضا يحب الله فربنا قال ومن الناس من يتخذ أندادا من دون الله يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. إذن بعض الناس يتخذون أندادا يعني آلهة يعتبرونها موازية أو ندا لله والحقيقة مخطئون في هذا، يحبونهم كحب الله كما لكن الذين آمنوا أشد حبا لله لأنهم يدركون أنه فعلا سبحانه وتعالى هو الجدير بالحب سبحانه وتعالى. فهنا الآن وردت آية يعني جمعت كل أمور الحب التي أباحها الشرع وجمعتها في آية واحدة قرآنية واحدة وردت في سورة التوبة يقول فيها الله سبحانه وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم
وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن إخواني وأخواتي الكريمات، الله سبحانه وتعالى كما نلاحظ في هذه الآية جمع كل المحبوبات التي يمكن أن يعني تنبثق عن القلب وعن طاقة القلب، جمعها في هذه الآية ووضعها في كفي. المحبوبات التي يمكن أن ترد هي مثل ما قلنا الآباء، الأبناء، الإخوان، الأزواج، العشيرة، الأموال، التجارة، المساكن. هذه وضعها القرآن في كفه، ووضع حب الله والرسول في كفه أخرى. لكن ليس محرما علينا أن نحب هذه الأمور التي ذكرها القرآن، لا بالعكس مباح لنا أن نحبها وأن نتعاطاها وأن نأكل ونشرب، ومثل ما قلنا نحب أبناءنا، بناتنا، إخواننا، أزواجنا، عشيرتنا، أموالنا، تجارتنا، مواطننا، يعني كل هذا مباح، لكن بشرط أن يكون الله والرسول أحب إلينا من هذه المحبوبات. يعني هذه المحبوبات، يعني الله والرسول، مثلا الله أمر بعدم التعاون مع الربا، الله سبحانه وتعالى أمر بأن لا نشرب الخمر، الله يعني فإذا إذا شرب أحد الخمر أو تعامل بيكون يعني أحب المال أو أحب الخمر أكثر من الله، يعني أطاع الخمر ولم يطع الله سبحانه وتعالى. فإذا يعني المفروض أن معنى ذلك أننا أن نحب هذه الأمور مسموح لنا، لكن يجب أن يكون الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام أن يكون أحب إلينا من هذه الأمور، يعني بمعنى أن نطيع الله سبحانه وتعالى وما أمر رسوله في كل التعامل مع هذه الأمور. فإذا أطعنا الله والرسول في كل يكون فعلا، لكن أن نتعامل معها، أن نحب أوطاننا، أن نحب الأموال، أن نحب التجارة، كل هذا مباح، لكن عليك أن تحب الله والرسول أكثر وتطيعهما في التعامل مع كل، يكون أنت سعيد قدمت الله والرسول. وأيضا الجهاد، يعني مصداقية الحب الله والرسول، أيضا الجهاد في سبيله، إذا ما قمنا بهذا الأمر، إذا ما قدمنا حب الله والرسول عليه الصلاة والسلام على حب تلك الأمور، أو إذا قدمنا حب الأولاد أو حب الإخوان أو الآباء على الله والرسول، حقيقة نعم، يعني هناك تهديد في الآية القرآنية، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن يعني خلاصة الموضوع هنا إن طاقة ثالثة من الطاقات التي قام عليها القلب، هذه الطاقة تتلخص بأن هناك حبا، هذا الحب يمكن مباح لك أن توجهه إلى كل المحبوبات اللي يعني يمكن أن تتجه إليها قلبك، لكن بشرط يعني أن تحب الله والرسول أكثر، وهذا يتطلب عدة أمور نتيجة هذا الموضوع. فبالتالي أنت بتكون فعلا حينئذ وجهت أو مشيت طاقة الحب بالصورة اللي الصحيحة والمناسبة. لكن بنلاحظ إخواني أنه هون يعني الشرع أباح لنا أن نحب هذه الأمور، أن نحب هذه الأمور، لكن علينا أن نحب الله والرسول أكثر. بنفس الوقت بالنسبة للتكبير، لا يجب أن يكون تكبيرك لله وحده، يعني ورب خص، يعني هناك خص التكبير، هناك خص الله سبحانه وتعالى بالتكبير، وكل ما عدا يجب أن يقول يجب أن يكون أقل تكبيرا من تكبير الله، يجب أن تقدم تكبير الله على كل تكبير، تكبير أي شيء آخر. يجب أن يكون الله هو الكبير عندك، عند وحده عندك سبحانه وتعالى. نعم، فإذا هذه نقطة يجب أن ننتبه لها. إذا هذا تقريبا بالنسبة لطاقة الحب. الآن عندنا الطاقة الثالثة الرابعة، طاقتان أيضا متقابلتان. يعني إذا شفنا هناك التعظيم والخضوع طاقتان متقابلتان، عندما تعظم شيئا تخضع له. الآن الحب شفنا طاقة مباح لك أن تحب عديد من الأمور، لكن يجب أن يكون الله ورسوله أحب إليك من كل هذه الأمور.
أو يعني أو أحب يعني أشد في الحب له. زيادة الحب له عن حب تلك الأمور يقتضي منك أن تحكم أمر الله، شرع الله، تطيع الله في كل هذه الأمور. يعني هذا هي النقطة التي يجب أن تبيعها. الآن في عندنا طاقتان أخريان اللتان هما الخوف والرجاء متقابلتان أيضا. أنت إذا خفت شيئا رجوته، وإذا رجوت شيئا خفت أن تفقده، فهذان طاقتان أيضا متقابلتان. والقرآن يعني طلب منا أن نوجه هذه الطاقة إلى يعني هذه الطاقة إلى مقام الله، إلى عذاب الله. يعني الحقيقة يعني أجدر وأهم ما يجب أن يخاف منه هو عذاب الله ونار الله. لذلك القرآن فصل لنا تفصيلا يعني كبيرا في هذا المجال. يعني تعلمون أن مشاهد العذاب والنعيم في الآخرة في القرآن الكريم وردت بعشرات الآيات وعشرات السور وبتفصيل كبير ورائع أيضا عظيم. فالقصد من ذلك هو أن نوجه هاتين الطاقتين، أن توجه طاقة الرجاء إلى النار وما يرتبط فيها من عذاب و يعني عذاب وألم وإلى آخره، وأيضا أن توجه طاقة الرجاء إلى الجنة بما فيها من نعيم وما فيها من متع وما فيها من سكينة و يعني سكينة وعدم نصب وعدم تعب. فإذا يعني هاتان الطاقتان كما قلنا القرآن الكريم أعطى تفصيلات كثيرة فيما يتعلق بالنار ومقام الله وعذاب الله، وأعطى تفصيلات كثيرة أيضا فيما يتعلق بالجنة. المقصود بذلك هو أن نوجه طاقتي الخوف والرجاء إلى الله سبحانه وتعالى، نوجههما إلى يعني نتجه بما إلى الخوف من عذاب الله والمقابلة وإلى الجنة. نعم قطعا ممكن أن نرجو أشياء أخرى في الحياة الدنيا، نخاف أشياء، لكن عندما نوجه لأن تلك أشياء حقيقية، ستكون هناك نار، سيكون هناك عذاب، سيكون هناك مثل ما قلنا يعني في جهنم، وأيضا سيكون نعيم، هاي أمور حقيقية. لكن أنت عندما تخاف شيء، مثلا نفرض أنه تخاف من السفر، تخاف من السفرة، تخاف من شراء البيت، تخاف على سيارتك، هذه قد تقع وقد لا تقع. فبالتالي يعني الإسلام يريد منك أن توجه خوفك إلى شيء حقيقي وليس وهما. الشيء الحقيقي الذي يمكن أن يقع لك مخيف هو النار والعذاب ولقاء الله سبحانه وتعالى، وأيضا هناك جنة يجب أن إذن يعني القصد من ذلك هو أن توجه طاقة الخوف إلى نار الله وعذاب الله، وتوجه طاقة الرجاء إلى نعيم الله و جنة الله سبحانه وتعالى. اللي بدون الآية اللي وردت في مجال الخوف، هناك آيات عديدة أيضا وردت في القرآن الكريم، عشرات الآيات تطلب منا أن نوجه خوفنا إلى مقام الله وإلى عذاب الله سبحانه وتعالى. ربنا اخترنا آية واحدة هون، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. الحقيقة بدنا نلاحظ أيضا الخوف يجب أن الخوف يجب أن نتجه إلى الله. لاحظوا أنه يعني أيضا هنا وإياه قدم مثل يعني قدم المفعول به، قدم الضمير هنا فإياه اللي هو مفعول به على فرهبون، في حال دائما يكون اختصاص. يعني عليك أن تخص الله وحده بالخوف، ولأنه حقيقة هو الأمر الحقيقي الذي سيقع لك. يعني هناك نار وهناك جنة، وهذا هاي حقيقة ويجب أن توقن بها وتقيم قلبك وعقلك عليها. لكن أي شيء آخر قد تخافه أنت قد لا يقع. يعني قد تخاف من هذه السيارة، قد تخاف على سيارتك، على ابنك، على مالك، قد يقع، قد يحقق الضرر وقد لا يتحقق. هذا في قدر، يعني خوفك هذا لن يدفع القدر، يعني لن يرفع ما الذي سيحدث، وهذا وهم. ما بتعرف، قد لا يقع ضرر على مالك، قد لا يقع ضرر على ولدك، قد لا يقع ضرر على سيارتك. لكن عليك أن توجه. فهذه أنت عندما تتجه إلى الله بالدعاء، يعني أن يحفظ مالك، يحفظ ولدك، أن يحفظك، أن يحفظ سيارتك، أن تدعو الله وأن تطلب منه ألا يصيبك مكروه.
فممكن أن يقع وممكن أن لا يقع. فالخوف هذا حقيقة بيكون يعني إلى الظن والوهم أقرب منه إلى هذا. لكن عندما توجه خوفك إلى النار ومن النار ومن عذاب النار، أنت توجه خوفك إلى أمر حقيقي سيقع بعد حين. أيضا عندما توجه رجاءك إلى الجنة فهذا أمر حقيقي سيقع بعد حين. فنعم، إذا هذا المقصود هو من هذه الأمرين. الآية اللي وردت، وأيضا وردت عديد من الآيات في القرآن الكريم في مجال الرجاء، فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم، إذا إخواني الكرام أخواتي الكريمات، إذا قلنا هناك طاقتان، هاتان الطاقتان هما الخوف والرجاء. علينا أن نوجه قلبنا يعني وعقلنا إلى الخوف من النار ومن مقام الله، وأن نوجه بالدرجة الأولى يعني هاي نعطيها الخوف والرجاء الأكبر. أما الأمور الأخرى فما في شك هناك قدر سيقع، هذا القدر ممكن أن تدفعه بالدعاء أنت، ولكن يجبك أن يعني هذا الخوف، وقد لا يتحقق الضرر حتى، يعني خوفك على مالك، على صحتك، على ولدك، على دارك، على سيارتك، كل هذه قد تكون تتحقق أو لا تتحقق، لكن عليك أن توجه وتترك هذا الأمر للقدر. فإن جاء القدر بالخير تستسلم، إن جاء القدر بالشر تستسلم له أيضا. نعم، هذه الأمور. إذن إحنا هذه أهم هذه الطاقات الخمسة الأساسية التي يقوم عليها القلب البشري، والتي كما رأينا كيف يجب أن نتعامل معها. نوجه طاقة التعظيم إلى الله سبحانه وتعالى، التكبير، فنعظم الله، نكبر الله سبحانه وتعالى، بنفس الوقت نخضع لله، لأوامر الله، لحلال الله، لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لما قال الله سبحانه وتعالى في كل المجالات. النقطة الثالثة نحب الله أكثر من كل محبوبات الدنيا. النقطة الرابعة أكثر من كل المحبوبات اللي ذكرها القرآن الكريم، نعم، واللي هي مرتبطة بالشهوات. بعدين أن نخاف مقام الله ونار الله الدرجة الأولى. بعدين الرجاء، أن نرجو جنة الله ونعيم الله. حقيقة إحنا نعبد الله بهذه الأمور الخمسة. لذلك يعني النصارى حقيقة الآن في عصرنا وعلى العصور السابقة يركزون على الحب، يعني علاقتهم بالمسيح النصراني كما هي متجسدة الآن مرتبطة بالحب. لذلك بيقولك الله حب والحب أهم شيء. نعم، هو الحب ما فيش طاقة كبيرة. لذلك ابن تيمية رحمه الله في كلمة إله جميلة يقول فيها: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. عبادة الله بالحب لحاله زندقة. نحن يعني نعبد الله بالحب والخوف والرجاء. من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف فهو مرجئ فهو حروري، ومن عبد الله بالرجاء فهو مرجئ. نحن نعبد الله سبحانه وتعالى بالحب والخوف والرجاء، يعني هذه الثلاث أمور بالإضافة قطعا للتعظيم والخضوع لله سبحانه وتعالى. إذن هذه هي الطاقات الخمس، وهذه هي يعني نعم كيف يجب أن نتعامل معها، وكيف ودليل ذلك كله من القرآن الكريم. طيب، الآن بعد أن انتهينا من القلوب، نعم، ننتقل إلى أنواع القلوب. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، الله يحفظكم. هل تحبون نأخذ أسئلة ولا تحبون ننهي ثم نأخذ أسئلة؟ لا، خلينا ندخل في الأسئلة. ماشي، شيء خلينا ندخل في الأسئلة. ماشي، يعني الآن هي محطة هون منيحة، راح تيجي شيء ثاني. نعم نعم، هو هذا فضيلة الشيخ. إذا في أسئلة تفضل. إذا في أسئلة. طيب، الإخوة والأخوات، من كان عنده سؤال يرفع اليد، من كان عنده أيضا ممكن يكتب في الشات عنده سؤال أو أي شيء، المداخلة تكون برفع اليد. طيب، الأستاذ بسام تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يعني دلوقتي إذا كنت أنا مربي بربي مثلا شباب صغير في السن، فهل أربيه على الطاقات القلبية بنفس الترتيب ده، إن أنا أبدأ معاه بعظيم الله سبحانه وتعالى ثم الخضوع ثم الحب والخوف والرجاء في النهاية، وهل في وسائل عملية
غير بعد القرآن والسنة في توصيل القيم دي وترسيخها في المتربي، خاصة في السن الصغير ابتدائي إعدادي ثانوي؟ وجزاكم الله خير. هو ما لا انك تبدا بالتعظيم وبعدين الخضوع، لا هذا ليس هذا صحيحا، لانه الانسان هالكائن هذا اللي موجود يعيش بنفس اللحظه، يعني في اليوم نفسه الان انت بالساعه نفسها تعظم شيئا وتخضع لشيء وتحب شيء، وبنفس يعني اقصد هذه الطاقات الخمسه موجوده مع الانسان كل لحظه وتعمل كل لحظه ولن تتوقف في لحظه من اللحظات. فبالتالي انت تربي، التربيه بتصير توجيه الـ 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 يعني توجيه الامور الى يعني توجيه الامور الخمسه بنفس اللحظه. فالامر بده علم وبده سلوك، يعني الامر هلا راح نشوف احنا في عندما سنستعرض كيف تتم كيف يتم بناء القلب والنفس سنرى بعض الوسائل. اول شيء العلم، العلم بالله. فراح نشوف انه يعني تعلموا انه يا ابن انت يعني الان ربنا مثلا اعطانا تفاح، الان انت عم تاكل تفاح، في ابن جيراننا مثلا او واحد بالحاره الثانيه ما بيستطيع ياكل تفاح لانه اهله، هاي نعمه من الله يجب ان نشكر الله عليها. انت لبست الان ثوب منيح، يجب ان يعني قصدي تربط الامور، هاي من الله، هاي عطاء من الله سبحانه وتعالى، يجب أن نحمد الله نشكر الله عليها. فبالتالي تبدأ تعطيها الأمور هاي بحيث يعني بحيث تربطها بالله وعطاء الله وبتعظيم الله، إنه ربنا كبير سبحانه وتعالى عظيم، يعني بنفس الوقت يجب أن نسمع أوامره نسمع كلامه سبحانه وتعالى إلى آخره من التفصيلات اللي مرتبطة في الأمور الحياتية. أنا بعتقد يعني ما بالإمكان تعطيه مثلا يوم أسبوع للتعظيم أسبوع للخضوع، لا، الأمور كلها بدها تمشي بنفس اللحظة حسب المعطيات الحياتية وحسب الليلة. بعدين إخواني في كثير ناس بيركزوا على الخوف، سأستهلك الآن وأتحدث عن الخوف. كثير الآن بقول لك يا أخي لا تخوفوا الأولاد، هلا في المدارس في نظرية بتقول لا تخوفوا الأولاد بالعذاب القيامي وعذاب الآخرة وعذاب القبر. حقيقة إحنا ما بنخوف الناس يا أو على المنبر تقريبا في اتجاه، وهذا كله ناتج ترى من الخطأ في فهم الدين وخضوعا للحضارة الغربية، لأن الحضارة الغربية أو اللي هي منبثقة عن أخطاء في النصرانية وأخطاء في اليهودية، يعني هي أكثر تعبيرا عن يعني هي الحضارة الغربية الآن تقريبا سلسلة في تطورات البروتستانتية. أنا سبق ألقيت محاضرات عن الحضارة الغربية، بيّنت كيف البروتستانتية اللي هي مرحلة تقريبا أساسية في تطور النصرانية واللي موجود الحضارة الغربية الآن، هي مرتبطة باليهودية ومرتبطة بالنصرانية البروتستانتية، فهي تقوم على الحب، يعني إنه الله حب، المسيح حب، والمسيح ركز على الحب صحيح، لكن هو حسب ما بقوله، لكن إحنا نعتقد لا، لو كنبي لابد من أن يكون ركز على الخمس أمور هذه، لأنه هذه النفس الإنسانية مبنية على هذه الأمور الخمسة. بعضهم بيقول لك يا أخي لا تخوفوا الناس، لا تجيبوا سيرة عذاب القبر، يجيبوا، لا هذا غلط، إحنا ما بنخوف الناس، إحنا بنوجه خوف الناس فقط، يعني الناس سيخاف، هذا المخلوق الخوف كالنفس، كما أن هناك نفس يصعد ويخرج ويدخل، حقيقة الخوف معه طالما أنه حي سيبقى يخاف، يخاف من السفر، يخاف على السيارة، يخاف على المستقبل، يخاف من الرئيس، يخاف من إلى آخره، سيبقى هناك خوف. فإحنا نوجه الخوف نقول له لا، هذه كلها عبارة عن أمور بقدر، ما سيحدث غير بقدر خوفك هذا وجزعك وإحباطك لن يذهب القدر الذي سيأتي. أنت خف من النار، خف من عذاب الله، خف من عذاب القبر، يعني وبنفس الوقت أرجو جنة الله، لأنه هي حقيقة قائمة الآن موجودة. فأنا بعتقد هاي نقطة يجب أن ننتبه لها، نحن لا نخوف الناس إخواني، إحنا نحن يعني كعلماء وكمشايخ وكدعاة نوجه خوف الناس، نوجه إنه لأنه الإنسان لابد من أن يخاف. فهاي هذا أمر ننتبه له، وقد يكون مطروح كنظرية في المدارس أيضا. طيب في أي سؤال آخر؟ نعم، بارك الله فيكم شيخنا، حفظكم الله ورعاكم، كلام يعني جدا مهم. نحن نوجه الخوف، نحن نوجه الحب، فهذا شيء يعني مهم في العملية التربوية. نسأل الله أن يفقهنا في ديننا وحالنا. طيب،
يعني هو يقول الأستاذ مصطفى هذا الدبلوم يعني له بمثابة دكتوراه. بارك الله فيكم وحفظكم ويعني زادكم رفعة وتواضعا. طيب نشكر من يشكر ونبارك يعني نسأل الله أن يبارك في جميع من كتب وشكر. طيب يعني شيخنا يقول هل يمكن أن تذكر لنا مقتضيات الحب ومقتضيات الخوف من الله عز وجل؟ بعض الأمثلة يعني يقول هو الأخ أظن الأخت ألفا يعني تقول من مقتضيات محبة الله عز وجل أنني إذا سمعت الأذان أذهب إلى المسجد، ومن مقتضيات الخوف أنني أخاف أني إذا تركت الصلاة يعني مثلا يعاقبني الله، فهي تقول إذا كان فيه مجال لذكر الأمثلة مقتضى هذا الحب. وأنا بعتقد يعني مقتضى الحب أنك أنت تقدم أمر الله في هذا الحب، شرع الله. يعني هلا كل واحد منا يحب المال، شايف؟ مثلا قد تأتي شهوة أنه تيجي فرصة أنه يغش، أنه يكسب مال عن طريق السرقة، يكسب مال عن طريق الربا، يتعارض وقت البيع والشراء مع الصلاة. فمقتضى الحب إنك لا تقدم أمر الله. يعني أنا الآن كتاجر قد يكون عندي دكان، لحظة المغرب يكون الزبائن أكثر ما يمكن، وإذا ما رحت إلى الصلاة في وقت المغرب راح أخسر مثلا افرض 10 دولارات 100 دولار. فلا، أنا كدين المفروض مقتضى الحب إنه أترك المحل وأروح أصلي وأرجع، شايف؟ يعني هذا مقتضى الحب. يعني الحب عادة، يعني حبك لله أكثر من كل هذه المحبوبات. هلا قد يأتي مثلا أب ما بده ابنه يصلي مثلا، أو افرض إنه يعني، أو خلينا نقول أمر أقل من الصلاة، بده إياه، هو يحب أباه، ما في شك، كولد يحب أباه، ويحب أن، لكن الأمر الأب أمره شيء إنه يعمله لكن مخالف للشرع، شايف كيف؟ او يعني في بعض المخالفه للشرع، فلا يجب ان لا يطيع اباه في هذا الموضوع، مع حبه لابيه. فهكذا يعني انا بعتقد هذا مقتضى الحب، انت يعني ان تقدم، ان تحكم امر الله، شرع الله، ما سنه الرسول، ان تحكمها في كل تصرفاتك. فهذا بيعطي سواء بالنسبه للازواج، بالنسبه للاولاد، بالنسبه مثل ما قلنا المساكن، بالنسبة للتجارة، بالنسبة إلى آخره من الأمور. فأن تحكم أمر الله، شرع الله، تطيع الله في هذا الأمر. الزكاة مثلا، المال غالي، المال محبوب، أنت بتطلع 2.5 هكذا يعني بتحسن. طيب أنت الآن هذا المال تحبه وتحب أن تتصرف فيه في أمور قد تكون فعلا أنت يعني، لكن بتطلعه وأنت تحب هذا المال. ليش؟ لأنه الله عندك أكثر تحبه، أكثر حبا من مالك. فأنت تخرج 2.5%، قد تطلع أيضا غير 2.5%، تطلع أيضا 10% صدقات لفقراء، لمساكين، لأقاربك، إلى آخره من الناس، شايف كيف؟ هي بتطلع يعني إلى حد الثلث قد تخرج من مالك. نعم. فما الذي يجعل الإنسان يقدم هذا؟ الذي يجعله هو أنه يعتقد أن الله أحب إليه منه، وبالتالي الله سيجزيه في الآخرة، يوقن بأن ما نقص ماله من صدقة. يعني حتى هذه الصدقة يعتقد أن الله سيعوضه على النتيجة، يقينه بالله سبحانه وتعالى فيعطيه خيرا منها. فيعني أنا بعتها جملة هذه الأمور هي مقتضيات الحب. سبحان الله، لا إله إلا الله. يعني جزاكم الله خير كما قرأنا عليكم وسمعنا منكم أن يعني هذه الأمة الراشدة يعني تعبد الله عز وجل على أحسن وأفضل ما ينبغي، لذلك يعني أتت النصوص بأفضليتها على كل الأمم، وقول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ثم يعني ذكر أن هذه عبادة هذه الأمة، ثم ذكر بعدها عبادة بني إسرائيل، يعني كان من أجل عباداتهم قال كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. يعني هم كانوا عبادتهم أن يمتنعوا عن أكل أو عن شيء كانوا يحبونه، أما عبادة هذه الأمة أن يعطوا الشيء الذي يحبونه، ففارق كبير بين هاتين الأمتين. نسأل الله عز وجل أن يعيننا، وأن يكون الله عز وجل هو أعظم وأجل محبوباتنا، وأن يكون الله عز وجل هو يعني ممن أعظم من نخافه وأعظم. ماشي، خلينا ننتقل الآن لفكرة أخرى. في أسئلة ولا ما في؟ لا، ما في أسئلة الآن. طيب ماشي، خلاص ننتقل إلى فكرة أخرى طيب الآن. كما تأمرون. نعم، وبعدين بنخلي الأسئلة للنهاية كمان. طيب نعم، تفضلوا.
القلوب، لا ننتقل الآن إلى أنواع القلوب. شفنا الآن إحنا ما العناصر التي تبني القلب، وقلنا إنه الطاقات هي خمسة: التعظيم، الخضوع، الحب، الرجاء، الخوف، الرجاء. نعم، وقلنا نعبد الله إحنا سبحانه وتعالى بهذه الأمور الخمسة. ولذلك كلمة إنه ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، هذا كلام غير صحيح، لا يمكن أن يصدر يعني من إنسان مسلم. في هذا الكلام ينسب إلى بعض الناس: ما عبدتك خوفا من نارك ولا. الحقيقة لا، نحن مأمورون بالخوف من الله، والخوف كما قلنا فطرة، ليس ابتداء منا. هذا كلام غير صحيح، يجب أن ننتبه له. الآن القلوب عندنا نوعان: في نوع سليم، قلب سليم، وفي قلب مريض. أول شيء، القلب السليم يدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن في عندنا قلب سليم وفي عندنا قلب مريض. الآن سنرى يعني بعض أمثلة على صور من القلب السليم وبعض صور على من القلب المريض. أيضا سنرى بعض الصور من نوعي القلوب التي اللذين ذكرناهما. في عندنا أول شيء سنذكر ثلاثة أمثلة من كل نوع. هناك هي الحقيقة القلوب أوسع من ذلك بكثير، يعني أنا ذكرت ثلاثة أمثلة على صور من القلب السليم، لكن هي في هناك يعني قلوب أخرى. نعم، من القلب السليم نستطيع أن نقول خشوع القلب، اللي يدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. إذن في عنا نعم أن تخشع قلوبهم لذكر الله. فإذن هذا القلب الخاشع لا شك أنه مرتبة عالية من مراتب القلب السليم، مرتبة متقدمة، لأنه خشوع القلب أمر مطلوب. نعم، في عنا أيضا تقوى القلوب، وذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يعني القلب التقي الذي يخاف الله بالغيب سبحانه وتعالى، هذا أيضا نعم من يعني من أمثلة صور القلب السليم. في عنا أيضا اطمئنان القلب، أيضا صورة من صور القلب السليم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم، إذن هذه بعض الصور، وهناك صور أخرى أيضا. عندنا الإنابة، عندنا الإخبات. نعم، في يعني عندنا تقريبا أكثر من 10-15 حالة يمكن أن يكون فيها صور من القلب السليم. هاي الآن القلب المريض نستطيع أن نقول إنه في قوله سبحانه وتعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فالقلب المريض حقيقة يأتي نتيجة المعاصي ونتيجة الابتعاد عن شرع الله وأمر الله، وهناك أحاديث عديدة وضحت كيف يمكن أن يصبح القلب مريضا. فالرسول عليه السلام في حديث له بيقول فيه: إذا أخطأ افتح كله الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في حديث له: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه، وإن عاد زيد فيه حتى تعلو قلبه. وهو الران الذي ذكر الله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. حقيقة هذا الحديث ورد في صحيح الترمذي. إذن واضح أنه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين لنا أنه سواد القلب والران الذي يتشكل على القلب والذي ينقل الإنسان من حالة إلى حالة سيئة في المرض
ويصبح عبد للشهوات، بدل من يكون عبد الله يصبح عبد الشهوات، فالشهوات تأمره فيطيعها. فمع أنه الأكرم للإنسان أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى، أن يكون عبدا للشهوات. فواضح من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم وضح لنا أنه إذا أخطأ خطيئة نكت في قلبه نكتة سوداء، نكتة سوداء. فإذا هو يعني قطع الإنسان مثل ما قلنا، إذا كان لديه رصيد من الإيمان والتقوى وحب الله وخوف الله ورجاء الله سبحانه وتعالى، يتذكر فيستغفر. فإذا استغفر وتاب رجع قلبه أبيض، لكن إن عاد زيد فيه حتى يعلو قلبه. فالمهم إنه إذا عاد مرة ثانية إلى المعصية فبزيد السواد، بعدين حتى يصير ران على فالران، هذا الران يجعله بحيث لا يستجيب لأي أوامر، وبالتالي يصبح عبدا للشهوات، وبالتالي يمكن أن يكون مصيره النار والعذاب والعياذ بالله. إذن هذا النوع الثاني اللي هو القلب المريض. الآن نأتي إلى بعض أمثلة على هذا القلب المريض. نعم، أول مرض يمكن أن نتحدث عنه اللي هو غفلة القلب، يعني القلب الغافل الذي هو يغفل عن أمر الله، عن يغفل عن نعم الله، عن آلاء الله، يعني عن القيم التي طرحها القرآن الكريم. لذلك ربنا بيقول في القرآن: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هو وكان أمره فرطا. عليك أن لا تطيع مثل هذا الإنسان وأن تبتعد عنه، لأنه هذا الإنسان حقيقة السبب في يعني هذه الغفلة هو أنه يطيع هواه، وبالنهاية سيصبح أمره فرطا هلاكا. فهذا أمر، إذن أول مثال على هذه الأمراض التي غفلة القلب. الشيء الثاني قسوة القلب: ثم قست قلوبكم بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. نعم، إذن يعني هذا المرض الثاني، بحيث أن القلب المفروض أن إذن المرض الثاني هو قسوة القلب. قسوة القلب، فهذا القلب يصبح قاسيا نتيجة المعاصي، نتيجة الابتعاد عن أمر الله، عن ذكر الله، عن صحبة المؤمنين، لأن كل هذه الوسائل تجعل القلب حيا. إذا الإنسان صاحب غير لها كثيرا، ابتعد عن ذكر الله، ابتعد عن القرآن الكريم، ابتعد عن شعائر الله، فهو يصبح قلبه قاسيا. والحقيقة القلب مع أنه عبارة عن هو كتلة لحم كما نرى، لكنه بنفس الوقت يمكن أن يصبح أشد قسوة من الحجارة كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل. النوع الثالث من الأمراض التي يمكن أن تصيب العبد اللي هي إقفال القلب. فربنا سبحانه وتعالى قال في سورة محمد عليه الصلاة والسلام: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القلب المفروض أنه يتدبر القرآن، يتمعن القرآن، يتفحص آيات القرآن الكريم ليرى أسرارها، ولا ينظر إليها نظرة سطحية، لأنه هذا كلام الله الذي يمكن أن يتفجر ينابيع من الحكمة عند الفرد المسلم. فهو عليه أن لا يمر عليه مرور اللاهي، عندما يقرأ أي أحد منا يقرأ القرآن عليه أن يتمعن في المعاني. أما عندما يتحدث القرآن الكريم عن موسى عليه السلام، عن عيسى، عن مثلا غزوة الأحزاب، يعني أن يتمعن هذا الكلام ويدقق به ويحاول أن يكون حاضر القلب
والعقل عندما يقرأ ليس شاردا. فهذا الأمر هو الذي يجعل هذا المسلم يعني يستفيد ويرتقي بقلبه وعقله نتيجة هذا التدبر. وإذا لم يتدبر فمعنى أن هناك قفلا على قلبه، يعني قلبه مقفول. فلا، يجب أن لا نكون من هذا الصنف، يجب أن نكون من صنف المتدبرين. إذن هذا هو المرض الثاني. هناك أمراض أخرى تتعلق كثيرة بالشك، ويعني أمراض القلب كثيرة، الإشمئزاز إلى آخره من الأمور اللي تحدث عنها القرآن الكريم. الآن نقطة أخرى فيما يتعلق بالقلب يمكن أن يعني في لله سبحانه وتعالى أفعال مع القلوب، نقطة أخرى يعني عدا قلنا إذن في نوعين القلوب، نوعان، نوع قلب سليم وقلب مريض. وضربنا أمثلة على القلب السليم والقلب المريض، ضربنا ثلاثة أمثلة من كل نوع، لكن الأنواع هي أكثر من ذلك وأمراض القلوب أكثر من ذلك. فذلك إن القلب السليم، نعم. الآن في أفعال لله سبحانه وتعالى تكون أحيانا مع القلوب برحمته بإرادته سبحانه وتعالى، وسأضرب ثلاثة أمثلة لأفعال، أيضا لأفعال الله مع القلوب كثيرة أيضا حسب ما ذكر القرآن الكريم. من هذه الأفعال تزيين الإيمان، ربنا سبحانه وتعالى ذكر في سورة الحجرات قال ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. إذن لاحظ، زينه يعني الله سبحانه وتعالى برحمته وبكرمه وبعطائه سبحانه وتعالى زين الإيمان في قلوبنا، زينه في قلوبكم، وهذا ما في شك يعني عطاء من الله سبحانه وتعالى، وهذا فعل من الله سبحانه وتعالى، هذا كرم من الله. أيضا سبحانه وتعالى يعني هناك فعل آخر له اللي هو تأليف القلوب، في يعني تأليف القلوب. فهناك آية في القرآن نحدث فيها القرآن الكريم قال هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. إذن واضح من هذه الآية يعني أيضا تأليف القلوب، تأليف قلوب المؤمنين. يعني أحيانا، وهذه نقطة مهمة في النجاح وفي الانتصار، تأليف القلوب والاختلاف والابتعاد حقيقة نقطة في هزيمة الجمع وهزيمة الأمة. فالله سبحانه وتعالى بكرمه ومنته ألف بين قلوب أولئك الجيل، وأيضا ما زال فعله، فعل الله سبحانه وتعالى قائما الآن. وألف بين قلوبهم لو أنفقت، يعني أحيانا تنفق أموالا كثيرة كما حدث الآن مثلا في أفغانستان. أفغانستان أمريكا بقيت 20 عاما وأنفقت مليارات الدولارات وأسست جيش طويل عريض يمكن أن تحارب به العالم، لكن أمام رهط قليل من يعني من المؤمنين والمسلمين اللي هم إخواننا في طالبان استطاعوا أن يتغلبوا على هذا الجيش. ومجرد أنه بدأوا مع معارك فرط الجيش، انتهى الجيش، مما يدل أنه كل هذا الإنفاق الذي أنفقته أمريكا على تأليف تلك القلوب لم تنجح شيء، مع أنه هؤلاء الرهط القليل العدد قليل العدة انتصروا على تلك الجيوش، ذلك الجيش الكبير، نتيجة تأليف القلوب بين بعضهم، مع أنه قد يكون كل واحد من ديره، كل واحد من جهة، كل واحد من قرية، مع ذلك تأليف الله بينهم. لو وفعلا أنت أحيانا تنفق ولا تصل، وأحيانا ما تنفق وتصل إلى نتيجة. فإذا هذا كله من تأليف الله القلوب، لو أنفقتها وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. إذا الله سبحانه وتعالى يعني هذه أيضا فعل آخر من أفعال الله مع القلوب سبحانه وتعالى. هاي نقطة. الفعل الثالث الذي يعني أحب أن أقدمه كمثال أيضا اللي هو ربط القلب. شفنا في سورة الكهف وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. إذن يعني أصحاب الكهف
اللي اعتزلوا قومهم نتيجة أنه في تباين في الموقف الديني والشرعي والعقائدي جعلهم يعتزلون. لكن ما الذي جعلهم يتغلبون على الإحساس بالعزل والإحساس بالغربي؟ أنه الله ربط على قلوبهم، ربطنا على قلوبهم، قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد كنا إذا شططا. أيضا يعني أم موسى، موسى عليه السلام معروف أنه عندما وضعته في اليم أيضا يعني ربنا فعله سبحانه وتعالى هو اللي ربط على قلبه. يعني الأم ما في شك ابنها عزيز عليها مهما كانت، وتحب أن يبقى إلى جانبها وتبقى إلى جانبه، ويعني فراقه أمر جلل وأمر كبير. لكن هي مثل ما شفنا أم موسى وضعته في اليم لأنه جاءها إلهام بأن تضعه لكي تحافظ على حياته. فلذلك ربنا قال إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. إذن الله سبحانه وتعالى بقدرته ومنته وبعطائه وبجوده سبحانه وتعالى هو الذي من عليها بهذا الربط. طيب. الآن في عنا هاي تقريبا انتهينا من القلب وأنواعه والطاقات اللي قام عليها، ثم تحدثنا عن القلب المريض، القلب السليم، ثم القلب المريض وقدمنا أمثلة، ثم تحدثنا عن أفعال الله سبحانه وتعالى مع القلوب. الآن سننتقل إلى نقطة أخرى اللي هي بناء النفس والقلب. قبل ما ننتقل إذا في أي أسئلة تتعلق فيما تحدثنا فيه أيضا لا بأس أن نضع محطة ثم محطة أخيرة بعد ذلك. نعم، في الجزء الباقي من الكلام. نعم، بارك الله فيكم حفظكم الله ورعاكم. الإخوة في والأخوات إما في الشات تكتبوا أو المداخلة الصوتية متاحة. تفضلي أستاذة روحية، تفضلي، يمكنك فتح المايك عندك، تفضلي. المايك مغلق عندكم لو تفتحوه تفضلوا. نعم، جزاك الله خير، جزاكم الله جميعا وحضرة الدكتور الفاضل على هذا المجهود الرائع. إن تكرمتم أريد أن أعرف الفرق والعلاقة ما بين النفس والقلب، هل هما يعني مختلفان؟ يعني ما هي العلاقة بين النفس والقلب؟ لأنه جاءت آيات منفصلة تتكلم عن النفس وآيات منفصلة تتكلم عن أنواع القلوب وأنواع النفوس، فإن تكرمتم علينا ما هي العلاقة بين الأمرين؟ نعم، باختصار النفس يعني القلب هو جوهر النفس، أو هو خلينا نقول المحطة الرئيسية لكل الأمور النفسية. لأنه الأمور إحنا قلنا في عنا خمس طاقات رئيسية في الإنسان، كل إنسان مركب عليها، اللي هي قلنا التعظيم، الخضوع، الحب، الخوف. هذه طاقات خمسة رئيسية في كل إنسان مولود. لكن بنفس الوقت الأمور النفسية أبعد من ذلك. هلأ مثلا عندنا الإيثار، التضحية، عندنا الشجاعة، عندنا الكرم، عندنا الكآبة، عندنا القلق، عندنا هذه أمور. القلق مش خوف وحده، قلق مع خوف من المستقبل، خوف من حزن على الماضي. فأنا بعتقد هذه الأمور النفسية تأتي حصيلة تداخل أكثر من عنصر. يعني قد يكون أنت عندما تقدر تقدير فلان، احترام فلان، فلان من الناس، لماذا تقدره؟ لأنه ترى أنت عظيم مثلا في علمه، لأنه فعلا مؤدب في طريقته في الكلام. فاجتمع أمرين، اجتمع التعظيم والحب، فجاء الاحترام. يعني الاحترام يأتي نتيجة أمرين. قد تعظم أنت واحد شخص لكنه أسلوبه فظ، مثلا عالم جليل لكنه أسلوبه فظ، أنت تعظمه لكن لا 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 لا, لا, لا تحترمه لأنه ما في حب نحوه. يعني هذا أقصد. إذا نستطيع أن نقول باختصار، وأمثلة كثيرة يمكن أن توضح الموضوع، أنه جوهر النفس يعني، أو خلينا نقول الطاقات الرئيسية التي تقوم على النفس اللي هي الخمسة.
لكن النفس أوسع من ذلك وأكبر من ذلك كثير، لأنه في مئات العمليات النفسية تأتي خليط من عنصرين أو ثلاثة أو أكثر من هذه العناصر اللي ذكرناها اللي هي خمسة. هذا تقريبا باختصار يعني جوابا للسؤال اللي تفضلت فيه. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. هذا الأخت هاجر تسأل: كيف لنا أن نتعامل مع القلوب المريضة معاملة شرعية وترضي الله ورسوله وبنفس الوقت لا تؤذينا؟ الآن إحنا سنرى يعني كيف الآن الفقرة اللي بعدها نشوف بناء النفس والقلب، راح نعرض بعض الوسائل اللي الشرع أمر فيها لبناء النفس والقلب، لأنه أنا بعتقد بناء النفس يعني مثل ما قلنا القلب هو المحطة الرئيسية أو خلينا نقول يعني الطاقة الرئيسية اللي موجود فيها نفس أوسع من ذلك بكثير. لكن الآن راح نشوف الفقرة اللي بقيت الآن سأصراها في النهاية اللي هي كيف أمرنا الله سبحانه وتعالى أو ما الوسائل اللي طرحها القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم في قضية بناء النفس وتزكية النفس، بناء النفس والقلب وتزكية النفس أيضا. نعم لا سنتحدث عنها وبعدين نعم. إذا ما الأخت ما اكتفت ممكن نجاوب نشوف إذا في استضاعة أكثر من ذلك. نعم بارك الله فيكم شيخنا. هذه المادة العلمية متاحة للطلاب، ممكن ترسلوها بعد المحاضرة يقرأوا منها؟ لا هي نعم موجود، هو كلها يعني الآن حكينا الآن نعم يعني الآن راح أبعث لكم صور الكلام هذا الباوربوينت. نعم راح أبعث لكم إياه بكل هو تمام. هو وفي كتاب عندي أنا في كتاب النفس المسلمة صور بناء وحولها، هذا كمان أيضا موجود فيها. وفي عندي كتاب في مجال العقيدة أيضا تقريبا طرحت فيه جانبنا الكلام هذا. طيب يعني يا حبذا يا دكتور لو ترسلها لي على الواتساب وأنا إن شاء الله أنزلها في المجموعة. الإخوة يعني من عشاق القراءة ويعني يلخصوا ويكتبوا ويفرغوا، فيعني لعل الله عز وجل ينفع بهم وبكم. بارك الله فيكم. عندنا طيب. مداخلتان نأخذ المداخلتان سريعا دكتور ثم نكمل. نعم نعم نعم. طيب الأستاذة مريم تفضلي. تفضلي لو تفتح المايك عندك. تفضلي أستاذة مريم عبد الله تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. سؤالي للشيخ الفاضل عن أصحاب ذوي القلوب المريضة، في بعض الناس أنفسهم مجبولة على الأذية، كيف ممكن نتعامل معهم وخاصة الذي مصابين بداء النرجسية؟ داء النرجسية الأطباء النفسيين ينصحوا بالابتعاد عنهم يعني، فكيف ممكن نتعامل مع النرجسيين إذا كانوا من أولي القربة؟ وشكرا. والله بعتقد أنا يعني النرجسي المقصود هو كما نتفق أول شيء على المضمون، النرجسي هو الذي يعشق ذاته ويدور حول ذاته. نعم هذا بيكون مثل ما هو واضح أنه نتيجة يعني عدم رد هذه النعمة إلى الله. يعني أنت الآن نفرض ربنا أعطاك عقل، أعطاك جسم، أعطاك تميز في شيء طاقة معينة، سواء مثلا نفرض جسمية أو عقلية أو كتابية أو شعرية أو فأنا بعتقد يعني دائما أي مرض نفسي يكون نتيجة خلل في جانبين، تضخيم الشيء وعدم نسبته إلى حقيقته. يعني أنت هذه الطاقات اللي جعلتك تعشق ذاتك وتدور حول ذاتك وتصبح أنانيا بكل معنى الكلمة هو نتيجة جهله بأنه هذا من الله ومن نعم الله عليه سبحانه وتعالى، فبالتالي بضخم ذاته وينسى الفضل اللي هو لله سبحانه وتعالى. هذا شيء. وشيء ثاني أنه قد يكون مثلا أسرته ساعدته على ذلك فنسي هذا الفضل أيضا. فأنا بعتقد يعني مزيد من الإيمان، توجيهه للإيمان، ولذلك بقول لك يعني أبرز شيء عندما مثلا يلبس شيء جميل واحد أو جديد أو مثلا يجب أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني هذا الشيء يعود إلى الله وليس صح. أنت قد تكون كسبته قد تكون تعبت فيه، لكن فضل في الوصول إليك في النهاية هو لله سبحانه وتعالى. فيمكن أن تتذكر نعمة الله، تتذكر عطاء الله، تتذكر. أنا بعتقد هاي النقطة رئيسية في إعادته إلها، إذا استطعنا نرجع إلها ممكن يتوازن حينئذ.
نعم بارك الله فيكم شيخنا، نأخذ آخر مداخلة باختصار كي نكمل بارك الله فيكم. الآن المداخلة للأستاذة إيمان الهزاع، تفضلي، والمعذرة على من البقية، يعني لا يوجد وقت لأخذ، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا على هذه المعلومات القيمة. لكن سؤال بسيط أرجو من فضيلة الشيخ الدكتور أن يعطينا تحديدا لمعنى الفؤاد، هل الفؤاد هو نفسه القلب أم أن الفؤاد هو جزء في القلب؟ لأنه ورد في القرآن الفؤاد في أكثر من آية، كذب الفؤاد ما رأى، وورد إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهل الفؤاد هو القلب أم أن الفؤاد جزء من القلب، أم أن الفؤاد هو القلب المتوقد أو اليقظ، أو أنه خاص فقط بالمؤمن؟ وجزاكم الله خيرا، فضلا التوضيح ماشي. إن أمكن. سؤال جيد على كل حال. هو نعم حقيقة، يعني الألفاظ، يعني أميل أنا إنه كل لفظ له مدلوله الخاص، يعني المترادفات ليست بالضرورة أن تكون يعني ترادف في القرآن يعطي كل لفظ له معنى خاص. الذكر غير القرآن غير الكتاب غير إلى آخره من الألفاظ اللي وردت في حق القرآن الكريم. نعم. أو أيضا بالنسبة للقلب والفؤاد وفي النهى والألباب، هاي بالنسبة للعقل أيضا في النهى وردت، في الألباب وردت، هي ليس غير العقل حقيقة. نعم. فكل لفظ له مدلول خاص، لكن هو يلتقي مع القلب. يعني الفؤاد ما في شك له مدلول خاص، ويجب أن نبحث عن هذا المدلول. أنا ما يعني ما بده شيء من الوقت يبحث الواحد حتى يجد الفرق بينه وبين القلب، لكن هو يعني أيضا صورة أخرى من القلب، لكن قد يكون تعامل في بعض الأماكن. يعني هلا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أسري به وأرج به إلى السماء عليه الصلاة والسلام، هناك رأى مثل ما قلنا جبريل، على الأقل متفق عليه، رأى جبريل في صورته الحقيقية. طيب أكيد ما رأى في يعني بصورته الحسية، لأنه يعني ما يستطيع أصلا أن يصعد إلى السماء بصورته الحسية اللي طلع فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. ما في شك ربنا سبحانه وتعالى يعني في كيفية صعد بها الرسول صلى الله عليه وسلم ورأى كل ما رأى. فبالتالي أنا بعتقد الفؤاد يعني ما رأى مثل ما قلنا ما كذب الفؤاد ما رأى فتمرنه على ما يرى، فبالتالي رأى بالفؤاد ولم يرى بالصورة الحسية اللي هو، لأنه جبريل ملائكي فرآه بصورته الملائكية يعني عليه الصلاة والسلام. هذا أقصد، يعني إذن في معنى خاص للفؤاد، لكن بالضبط بده تدقيق شوي أكثر حتى يصل إلى الفرق بين الفؤاد والقلب. نعم. يعني الأمر بده تدقيق شوي الآن، لا يعني ما في مجال، خليها لوقت آخر إذا أحببته، ممكن إذا ربنا أعطانا فسحة من الوقت والعمر ممكن نتحدث في الموضوع إن شاء الله. نعم بارك الله فيكم شيخنا، وأطال عمركم وأحسن أعمالكم ونفعنا والمسلمين بعلمكم. تحبون أن نكمل شيخنا؟ أي نعم، خلينا ننهي تفضل. الأمور إذا في أي سؤال ما في مشكلة. طيب يعني إخواني وأخواتي الكريمات، الآن في عندنا بناء النفس والقلب. حقيقة إحنا ذكرنا اللقاء الماضي إنه ونفسي وما سواها، ربنا قال سبحانه وتعالى ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن في عنا واضح، هذه الآيات تتحدث عن عدة حقائق. الحقيقة الأولى أنه النفس مخلوق عظيم، لذلك أقسم بها، لأن الله سبحانه وتعالى ما يقسم إلا بكل ما هو عظيم. يعني كل شيء أقسم فيه ربنا هو معناته مخلوق عظيم هذا، والنفس لأنها مخلوق عظيم فيعني أقسم بها سبحانه وتعالى، هذا شيء. الشيء الثاني، النفس مركبة كما واضح من الآية، مركبة على يعني أمرين اللي هو الفجور والتقوى، في فجور وفي تقوى، في خير وفي شر، وهديناه النجدين. أيضا هذا المقصود، في الإنسان مهدي إلى، يعني في عنده قدرة أنه يعمل الخير ويعمل الشر، وهذا غير موجود عند المخلوقات الأخرى. يعني المخلوقات الأخرى ما عندها، الحيوانات مثلا، الملائكة مفروض أيضا، الشياطين، يعني كل مخلوق مفطور على شيء، ما عدا الإنسان أكرمه الله سبحانه وتعالى بأنه يستطيع أن يفعل هذا وأن يفعل هذا. نعم، هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، التزكية، قد أفلح من زكاها. إذن التزكية هي السبيل الرئيسي للارتقاء، وأنا أعتقد التزكية تشمل القلب والنفس، لأن النفس مثل ما قلنا تحدث عن النفس، فبالتالي هي تشمل القلب.
يعني تزكية القلب والنفس طريقهما واحد، وتزكية القلب تؤدي إلى تزكية النفس، تزكية النفس تؤدي إلى تزكية القلب. نعم، فيعني النتيجة ستكون واحدة. الآن نحن سنرى أهم وسائل، يعني أهم وسائل تزكية القلب والنفس. لكن قبل ذلك سنتساءل، يعني في عنا ما في شك إحنا يعني أكبر كلمة في الدين اللي هي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله هي أكبر كلمة في الدين وفي التوحيد. حقيقة ما في شك واضح إنه معنى لا إله إلا الله يعني عليك أن تنفي أي ألوهية لأي شيء غير الله سبحانه وتعالى، يعني بمعنى أن تهدم الشرك وتبني عبادة الله. يعني لا إله إلا الله تعني أن تهدم شرك الشهوات، شرك مثل ما قلنا الأشخاص، شرك الجمادات، يعني أن تهدم شرك حب الأموال، شرك حب الأوطان، يعني أن تهدم حتى أشخاص مثلا. لا إله إلا الله تعني أن تهدم الشرك وأن تبني عبادة الله، لأنه لا إله بدك قدم الهدم على البناء. القرآن الكريم أو حتى وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ألا تعبدوا إلا إياه، شايفنا. فإذا التوحيد يقوم على عمليتين، هدم الشرك وبناء عبادة الله. التزكية أيضا حقيقة تقوم على هدم الأخلاق الذميمة وبناء الأخلاق الحميدة. يعني في عنا مثل ما قلنا النفس الأمارة بالسوء. الإنسان، كل إنسان في عنده كنود، في عنده جحود، في عنده حب للشهوات، تعلق بكل أمور الدنيا، كسل، عجز. لا، حتى أنت تتزكى يجب أن تهدم تعلق بالشهوات، يعني لا تجعل الشهوات تقودك، لا تجعل المال يقودك، لا تجعل يعني الشيء الطعام والشراب والنساء. نعم، إذن عليك أن تهدم الأخلاق الذميمة وأن تبني الأخلاق الحميدة. فإذا مثل ما هي التوحيد عملية تقوم على هدم الشرك وبناء عبادة الله، التزكية يجب أن تقوم على هدم الأخلاق الذميمة وبناء الأخلاق الحميدة. هاي بالنسبة لعملية التزكية. إذا لا أن تهدم مثل ما قلنا الخوف، تهدم الوساوس، تهدم وتبني في قلبك الشجاعة، وتبني الشجاعة تكون عن طريق تسليم أمرك لله، الثقة بالله، الإيمان بالله سبحانه وتعالى. نعم، هاي تقريبا العملية تتم بها التزكية. الآن نأتي أهم وسائل بناء القلوب والتزكية، هي تقريبا أربعة، لكن يعني في تفصيلات كثير تتعلق بالموضوع ممكن أن نتعرض لها فيما بعد عندما نتحدث عن العقل وعن بناء الإرادة. نعم، فالآن في عندنا أهم وسائل بناء القلوب والتزكية. أولا العلم بالله وصفاته وأسمائه. أول نقطة يجب أن نركز عليها ونعيها ونفصل فيها اللي هي العلم بالله، يعني أن تعلم من هو الله سبحانه وتعالى. وما في شك الإنسان مفطور على معرفة الله، لكن أيضا يجب أن نتعمق في هذا الموضوع، العلم بالله، ويكون يقين على أن الله سبحانه وتعالى عظيم كبير، سبحانه وتعالى وهاب قوي حي قيوم على السماوات والأرض سبحانه وتعالى. يجب يعني أن تعلم وأن هذا الرب رحيم، رحمن، رحمته سبقت غضبه سبحانه وتعالى، إلى آخره من الصفات والأسماء سبحانه وتعالى. وأن تدعو الله، تتجه إليه وتوقن بأنه كريم سبحانه وتعالى. إذن أول أمر يبنى عليه القلب والنفس هو العلم بالله وصفاته وأسمائه، وأنه الله ما يتصل بمخلوق. يعني أنت الآن بعض الطرق الأديان الأخرى، سواء النصرانية أو اليهودية، يعتقدون أنه الله بحل بالإنسان، أو الهندوسية، أو كل الأديان الأخرى تعتقد أنه بكل الأسف جاء هذا عن طريق التصوف إلى بعض الطرق يعني المحدودة أعتقد في المنطقة، لكن تخفي هذا. يعني تعتقد أنه الله ممكن أن يحل بالعبد، أو العبد يتحد بالله، أو أنه يكتشف وحدة الوجود.
كل هذا كلام غير صحيح وغير سليم. نحن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى مباين لمخلوقاته سبحانه وتعالى، ما يحل في شيء، ولا إنما أنت عبد تدعو الله فالله يستجيب لك سبحانه وتعالى. هاي أول أمر، أول وسيلة يمكن أن نقيم عليها القلب والنفس. النقطة الثانية هي الإخلاص لله سبحانه وتعالى، يعني أن يكون الإخلاص، دون الإخلاص لن تكون تزكية. معنى أنه الإنسان يجب أن لا يشرك أحدا مع الله في أي عمل يعمله، وإذا أشرك مع الله أحدا هذا العمل مرفوض عند الله سبحانه وتعالى، ويجب أن يكون العمل خالصا له سبحانه وتعالى. عندما أنت تصلي، تصلي ليس لعيون الناس ولإرضاء الناس ولكي يقول الناس مثلا كذا فلان عابد، أو عندما تتصدق أو تعطي مالك ليس من أجل أن يثني الناس عليك ويذكروا اسمك ويبجلوك ويعظموك، لا، أنت أن تعطي هذا لله وفي سبيل الله ومن أجل الآخرة وحتى تخفي ذلك. إذن يجب أن يكون الإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. النقطة الثالثة اللي هي متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام في سننه وهديه والاقتداء به عليه الصلاة والسلام. إذن هذا يعني عنوان ثالث أيضا مهم، اللي هو الاقتداء بالرسول. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما في شك يعني هو خير نموذج بشري ربنا أرسله، يعني إلى أكمل إنسان و يعني أرقى إنسان وأعظم إنسان وجد على وجه البسيطة، هو سيد الأنبياء وسيد الرسل جميعهم عليهم الصلاة والسلام. فإذا متابعة هذا الرسول في سنن وفي كل ما عمل ما في شك أجر عظيم، وكل خير على خير ونور على نور عندما تقتدي بالرسول وبسنن الرسول وبهدي الرسول، ويكون الرسول صلى الله عليه وسلم إمامك وقدوتك. الأمر الرابع وهو جدا مهم أيضا، اللي هو القيام فرائض الإيمان والإسلام. الحقيقة اللي يزكي القلب يعني ربنا سبحانه وتعالى فرض خمس صلوات، فرض حج، فرض زكاة، فرض صوم. عليك أن تقوم بكل هذه الأمور الإسلام والإيمان، عليك أن تؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل بالصورة التي يعني واليوم الآخر. حقيقة الإيمان يعني هذه الأمور أنت مؤمن بها نتيجة العلم بالله، نتيجة العلم بالله، لكن أيضا أن تقيم هذه في يعني في حياتك، تؤدي الفرائض بأوقاتها وبصورتها الصحيحة من وضوء وطهارة واتجاه نية صالحة وقبل للقبل، وتؤدي الفرض خاشعا وتتذلل لله، وأيضا عندما تزكي تقصد وجه الله سبحانه وتعالى، لا تمن على الناس، لا تقصد نعم، أيضا نفس الوقت تخرج زكاتك، تصوم في الوقت المحدد، نوافل أيضا. أيضا إذن نؤمن بكل ما يتعلق بالرسل، نتلو القرآن إلى آخره من الأمور، قيام الليل بالإضافة إلى الفرائض، قيام الليل، صلاة الضحى إلى آخره من العبادات اللي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في سننه عليه الصلاة والسلام. فإذا إخواني الأخوات الكريمات، إذا نستطيع أن نقول إنه هذه هي الصفات اللي يعني أهم وسائل أربعة، وكل واحد في عدد كبير من التفصيلات تحتها ما في مجال نفصل فيها. إذا أخذنا بهذه الأمور الأربعة وما يتعلق بها من تفصيلات، نستطيع أن نقول إنه الإنسان يستطيع أن يكون قد زكى قلبه وزكى يعني نفسه، وبهذا يمكن أن يرتقي أيضا من مثل ما قلنا مرتبة النفس الأمارة بالسوء إلى النفس اللوامة إلى نعم، وبنفس الوقت ممكن أن يتردد بين النفوس الثلاثة، لكن أن يرتقي قلبه أيضا، التعظيم يزداد، الخوف يزداد، الرجاء يزداد في قلبي، فبالتالي أيضا يرتقي في المقام عند الله وفي رضوان الله وفي جنة الله. إذن هذه خلاصة الأمور الأربعة، هناك تفصيلات كثيرة لا مجال لذلك، لكن أعتقد يعني ممكن أن يتعمق في كل واحد منها ويرى ما تفصيلاتها وبالتالي يحاول أن يطبقها. إذن باختصار الآن أعيد بشكل سريع ما تحدثت به، اللي هو أول قلنا في البداية القلب يقوم على خمس طاقات، اللي هي التعظيم، الخضوع، الحب،
الخوف الرجاء، وقلنا نحن نعبد الله سبحانه وتعالى بهذه الأمور الخمس ولا نعبده بواحدة منها، وأي عبادة واحدة منها هذا يعتبر في حتى يصل مرة الكفر والزندقة في بعض الأحيان. نعم هذا شيء. الشيء الثاني اللي هو شفنا القلوب عندنا نوعين، قلب سليم وقلب مريض، وأخذنا أمثلة للنوعين، وشفنا هناك أفعال لله سبحانه وتعالى في القلوب أيضا، بالإضافة إلى كون هناك تصنيف قلب سليم وقلب مريض. ثم انتقلنا إلى النفس، وقلنا إنه النفس هي القلب، هو تقريبا المحطة الرئيسية في النفس، وهو النفس أوسع من القلب بكثير، والنفس جميع تشمل جميع العمليات النفسية اللي تقوم عليها حياة الإنسان. وذكرنا إنه أيضا هناك وسائل، أربع وسائل رئيسية لبناء القلب والنفس، اللي هي العلم بالله وصفاته وأسماءه، والإخلاص لله، متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، القيام بفرائض الإيمان والإسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نعم فضيلة الدكتور غازي التوبة، نشكركم شكرا جزيلا على هذه المحاضرة النافعة الماتعة، استفدنا منكم كثيرا، تعلمنا منكم كثيرا، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. أذكر الإخوة والأخوات من كان عنده سؤال أو كان عنده مداخلة صوتية، لكن لا نريد أن نطيل على الشيخ كثيرا، باختصار من كان عنده مداخلة صوتية يمكنه ذلك عن طريق رفع اليد، والأسئلة تكتب في الشات. شيخنا الحبيب، مما ورد في الأسئلة بالنسبة لمسألة يعني تعليم أو ذكر اللهم صل على النبي، ورد السؤال عن الخوف، تربية الطلاب على الخوف أو الخوف من الآخرة أو الخوف من عذاب القبر أو الخوف من هذه الأمور. يقول أحد السائلين يعني في معلمة كأنها يعني استفاضت في هذا لطلاب في عمر السابعة، ففي بنت أصبح عندها مثل يعني خوف وهلع شديد من هذا الأمر، فكيف يعني نوجه هذا الأمر، يعني بحيث أننا نوجه الحب أو الخوف من الله، نوجه هذه الطاقة إلى الخوف من الله ومن الآخرة ومن عذاب الله، بدون أن نؤذي الصغير أو بدون أن لا إفراط ولا تفريط يعني. نعم إحنا ما قلنا يعني إحنا نربي أولادنا ونربي أنفسنا على الخمس أمور، يعني فالزيادة في شيء غلط. يعني إحنا قلنا الآن أنا رديت فقط على الذين يقولون إنه لا تخوفوا، لا يريدون أن نذكر شيئا عن جهنم ولا عن العذاب ولا هكذا. يعني في التربية الآن الحديثة حتى في المدارس العربية لا يريدون أن تدرس عن جهنم شيء أو تذكر شيئا من عذاب النار، هذا غلط. لكن أيضا نجعل الدرس كله يعني أو كل تدريسنا يقوم على الخوف، لا غلط. يعني إحنا الآن قلنا من عبد الله، كلمة ابن تيمية الجميلة، من عبد الله بالحب فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف فهو حروري، يعني اللي هو قصد الخوارج، ومن عبد الله بالرجاء فهو مرجئ. يعني شو معناه؟ تركز على موضوع هذا. الخوارج تعلمون من أكثر الناس بكاء وأكثر الناس خوفا من الله، ومع ذلك هم إلى النار. شيء يعني أيضا اللي يعبد الله بالحب، فإحنا كما قلنا، لكن أنا رديت على لكن ليس معنى نركز لأنه لا هو بده يخاف. لا يا ابني، لا يعني مثلا إذا بخاف من أوهام، لا ادعو الله. لا ممكن إحنا يعني الإنسان الخوف إيش بيجي مثلا؟ والله بخاف يسافر، بخاف مثلا يعمل امتحان، بخاف يقابل مقابلة، بخاف إنه على سيارته على ماله. إحنا نقول أخي لا 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 تخاف، أنت ادعو الله إنه يحفظ مالك، يحفظ ابنك، يحفظ بيتك، يحفظ شايف. وبنفس الوقت اترك الأمر لله، فإذا كان في قدر لن يرد هذا الخوف، هذا خوفك عبارة عن عذاب إليك لن يرد، لكن أنت احتاط. لكن بنفس الوقت عليك إذا بدك تخاف، خاف من النار، لأن النار أمر قادم هذا حقيقي، وكلنا سنعرض عليها، وإذا أخطأنا وعصينا سنعذب بها. فعليك أنت يعني أنا برأيي الأمر كله بقدر، قطعا الزيادة غلط، وأنه أيضا إغفال الموضوع وتركه أيضا غلط. نعم. هذا اللي أردت أن أقوله.
نعم، بارك الله فيكم، واضح جدا. طيب الدكتورة أسماء خبطة، السؤال غير واضح عندي، فإذا تكرمت إما المداخلة صوتية أو ممكن كتابة السؤال مرة أخرى، لأن الصراحة السؤال غير واضح عندي. بارك الله فيكم. طيب الإخوة الذين يسألون عن المادة العلمية، إن شاء الله الدكتور سيرسلها لي وأنا إن شاء الله أحولها لكم، كذلك مع الكتب التي يعني ذكرها الشيخ. وأذكر بأن الشيخ يعني له منبر الدراسات الإسلامية كذلك شيخنا، منبر ايه؟ هذا الموقع البحث الذي أرسلته لي هو منبر الأمة الإسلامية، منبر الأمة الإسلامية. منبر الأمة الإسلامية، هذا الموقع، هذا هو مرسل عندكم ويأتيكم في مع إعلان كل محاضرة، هتجدون فيه يعني كل ما لا يعني لا، المحاضرات سأرسلها لك، يعني ما عندي شيء مكتوب بالمحاضرات، بس أنا سأرسل لك البويربوينت هذا، هو هذا وممكن أرسل لك كتابين، في عندي كتابين ألفتهم يعني بتعلقوا بالموضوع هذا، بس ليس بهذه الصورة، يعني هذه المحاضرات أعددتها فقط للقائنا هذا. بورك نعم. فيكم وكتب الله اجركم، وهي مسجله المحاضرات، بامكانكم يعني من لخصها، من فرغها، من يمكن ان يرسلها لرقم المنصه ونحن نعممها على الجميع، ويعني اظن ان هذه تستحق فعلا يعني ان تفرغ وان تكتب وان تلخص كي يستفيد منها الناس. بارك الله فيكم. طيب اظن اننا انتهينا من جميع الاسئله. لمن يسال عن الاستمرار في الدبلومات، طبعا هذا الدبلوم يعني بقي فيه 3 اسابيع تقريبا، بالتاكيد ان شاء الله سيكون هناك دبلومات مستمره، وهذا ليس اول دبلوم ولن يكون اخر دبلوم بعون الله عز وجل، لكن همتكم يعني نريد هذه الوجوه الطيبه في هذه الدبلومات، وكذلك ندعوكم لنشر هذه المحاضرات، امثال محاضرات الدكتور غازي وامثال محاضرات من سبقه ومن سياتي بعده، هؤلاء علماء اجلاء ينفع الله بهم، يعني نريد أن نستفيد منهم، نريد أن ننتفع بهم كمال الانتفاع كما يعني أمرنا بذلك. بارك الله فيكم وحفظكم. في ختام هذا اللقاء أشكر فضيلة الدكتور غازي التوبة، شكرا جزيلا على هذه المحاضرة القيمة النافعة الماتعة، وكذلك الشكر موصول للإخوة والأخوات الذين حضروا وشاركوا وساهموا وتفاعلوا، بورك فيهم، وأيضا الشكر موصول لمن يتابعنا على الفيس وعلى باقي المحطات ومواقع التواصل، بورك فيكم جميعا، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.